مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. انا اياد او فيكم تنادوني كين، كمان عندنا مجموعة من الاخبار كاتبها هون بالاوراق الموجودة هون. بس اول شيء قبل ما نحكي عن الاخبار وكل شيء، بدي اقول شغلة كتير كتير مهمة، لاني لازم احكي عن هذا الموضوع. من فترة كتير طويلة، او مو كتير طويلة، قاطع عن القناة او حتى التنزيل، ما عم يكون تنزيل كتير قوي، مرة بالاسبوع مرتين بالاسبوع. فاسف كتير، هذا الشيء راجع لضغوطات الجامعة. اوكي، فضغوطات كتير رهيبة ولساتها متواصلة لهلأ، عم عيش ضغوطات من الدراسة وعم عيش ضغوطات من كل مكان. عم حاول ارتب الامور، اول شيء عولي اني ارتب الامور الاخرى. اوكي، ارتب الاجواء. خلونا هلا نبلش بالاخبار. اول خبر هو من محمود العيساوي. اوكي، محمود العيساوي وصل لفلسطين من بعد غياب كتير كتير طويل عن بلده. كل مرة محمود العيساوي عم يشارك صور من المكان، عم يشارك فيديوهات من المكان، وكتير كتير كتير مبسوط لانه رجع مرة تانية لفلسطين كزيارة فقط. هو ما رح يضل هناك كزيارة، بس هذا الأمر كتير 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 بيعني له أكيد. كل فلسطيني مغترب، شخص لما يغادر بلده بيشتاق للحنين الوطن، بيشتاق للوطن. أوكي، ويشتاق للأجواء اللي هناك، يشتاق للعيلة، يشتاق لكل شيء. فأخيرا والحمد لله محمود العيساوي صار بفلسطين. فينا نقول ألف مبروك، فينا نقول يا انه صعب شوي الامر لتروح لفلسطين، ونتمنى كل الخير لمحمود العيساوي. يوم جديد وتصوير جديد في مدينة القدس، ووين يا محمود؟ قول للمتابعين. حاليا احنا تحديدا جنب باب العمود. نعم. داخلين لاول مرة بالنسبة لي طبعا للاقصى، لحتى نصور ردة فعلي والفيديو اللي راح اعمل ان شاء الله. اول فيديو اكشن، بسرعة بسرعة. أكيد حبيبي، حمس أخلص عليك. يلا أوكي. من بعد ما حكينا عن محمود العيساوي، خلونا نحكي عن إسوار. إسوارة حاليا متواجدة بالسعودية، وتحديدا بالعلا، أو تحديدا بصحراء العلا. ليش متواجدة إسوارة بالسعودية؟ متواجدة حاليا لتغطية افتتاحية مهرجان شتاء طنطورة. هذا المهرجان مهرجان كتير كبير، فالسعودية عم تشهد حاليا مهرجانات فعاليات كتير كبيرة، والإنفلونسرز خاصة على كل مواقع التواصل الاجتماعي عم يعملوا تغطيات لهذه الفعاليات ولهذه المهرجانات. إسوارة لتعمل تغطية كتير كبيرة وكتير كتير كتير رائعة لمهرجان العلا أو مهرجان شتاء طنطورة. أوكي، شاركت إسوارة مجموعة من الصور اللي كانت كتير كتير حلوة وكتير حبيتها من الصحراء اللي عم تشوفوها قدامكم هلا، وكمان شاركت ستوريات. خلونا نشوف الستوريات والأجواء كيف كانت هناك ومنرجعلكم. امبارحة كان عيد ميلاد سلمان العتيبي، وانا بدي اقول له عيد ميلاد سعيد لسلمان، كل عام وانت بألف خير اول شيء. وثاني شيء، سلمان شارك هذه الصورة مشان يعايد نفسه، حكى عن مواضيع كثيرة. ونور ستارز نزلت صور او مجموعة من الصور خلال تجربتها مع سلمان العتيبي بألاي. لما كانوا بألاي اكيد كنا نشوف الفلوجات، كنا نشوف التحديات اللي نزلت بقناة نور ستارز وقناة سلمان العتيبي، الفيديوهات اللي كتير حلوة اللي كانت بتشوفها، انه اجمل ذكريات قضتها مع سلمان واجمل ذكريات قضتها بألاي انذاك. وكتبت من تحت مقولة او كلام كتير كتير حلو عن الصداقة، فكتبت نور ستارز: اصدقاء كالنجوم، لا تراهم دائما لكنك تعرف انهم موجودين. هذه مقولة كتير كتير حلوة وتعبر تعبير عن الصداقة كتير كتير رائع. تمنت لسلمان العتيبي من تحت عيد ميلاد سعيد وكل عام وهو بخير.
It's nothing more than a silly child with very diagnosis, isn't it? Yeah. Slow down, okay, حددنا من قبل عن فيديو كليب نارين مو فلوكس اللي رح يكون بالمالديف. فنارينز بيوتي عم تشارك حاليا حتى الآن شاركت مجموعة من الصور من المالديف وكلنا بنشوف منهم تجربة كتير حلوة كانت بالمالديف. اوكي وانا كتير 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 حبيت الصور. وثاني شيء شارك مو فلوج بالفلوج تبعه على قناته على اليوتيوب فيديو او مقطع صغير كانه تيزر. اوكي مقطع صغير من الفيديو كليب الجديد والاجواء كانت كتير 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 رهيبه. فانا اخذت مقاطع هيك من الفيديو وعملت فيديو اوكي وحطيته على الانستغرام فتلقيت لايكس من عند شيرو ونارين وام نارين وشيرو. حابب اشكركم على اللايك وحابب اشكر كمان نارين بيوتي على الفولو وام نارين على الفولو على الانستغرام. فيلي مو متابعني على الانستغرام يروح يتابعني او يتابع الصفحه موجوده تحت بصندوق الوصف. فنزلت هيك مقطع كان كتير حلو وكنت كتير كتير فخور بالمقطع اللي عملته كتير حلو. خلونا رح نشوف المقطع اللي عملته ونرجع. The name of our brand new song is actually called Real Love. عمر فاروق بلش تجربة جديدة، تجربة كتير كتير صعبة وأنا بصنفها إنه هي أصعب من التجارب اللي عملها عمر. على حسب ما شفت من فيديوهات ومقاطع فتجربة عمر الجديدة انه حيكون هناك تحدي او سباق بالخيل. او قبل ما يبلش التحدي الحقيقي عم بيخوض عمر فاروق تحديات. اوكي ممكن تكون هذه التحديات اكثر من التحدي نفسه. اوكي او اكثر صعوبة من التحدي نفسه. مو بس هيك عمر فاروق تعرض لإصابة لما كان يتدرب. اوكي فأنا اللي شفته أو اللي أخذته بعين الاعتبار أنه عمر ما استسلم. أوكي ما استسلم لأنه تعرض لإصابة ممكن كانت تكون إصابة خطيرة بس الحمد لله ما كانت والله يحمي عمر أكيد من كل إصابة ومن كل خطر. أوكي فاللي شفناه أنه تعرض لإصابة فبعزيمته وقوته وإصراره على التحدي ما استسلم أبداً ورجع وكمل التحدي. اوكي فهذا الشيء كثير حلو ونتمنى لعمر كل التوفيق وان شاء الله يا رب تفوز بالتحدي. واخيرا واخر خبر عندي هو عوده اسرار عارف للساحه من بعد كثير غياب كثير كثير طويل دام حوالي اكثر من شهرين. كان اخيرا عادت اسرار عارف للساحه ونشرت هذه الصوره على الانستغرام واللي كتبت فيها انه شكرا لكل شخص اللي راسلني وسأل عني وين انا واللي سألي كمان. فعودة موفقة لأسرار ان شاء الله نتمنى لك كل نجاح. فهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية الاخبار. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. اذا استمتعتوا اضغطوا على زر اللايك. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك كمان واشتركوا بالقناة اذا كنتوا حابين توصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول. انا اياد بحبكم كتير كتير كتير. شوفكم بفيديو جاي. باي باي.